ميلينغن قبل المواجهة بعشر دقائق بعد أن أحس تيبو كورتوا الحارس. طبعا تكلم عن الحارس البلجيك جدا على مستوى هذا الموسم، ولذلك طاش. ولدينا فيدات موريكي بالرقم 7، رودريغو وفينيسيو جونيور. هنا لدينا الكرة الأمامية خطيرة للغاية، مرور يأتي، محاولة، وكاما فينجا على مرتين تصل إلى ريال مايوركا. المحاولة في الجهة اليمنى، وهنا لدينا الكرة في الجهة اليسرى عالية خط المدريد. هذه كرة موريكي، لاعب لغط، هذه كرة خطيرة إلى لينول. عانى ووضع جاي أرد وفي عين الشر يبقيه ثانيا في هذا التي الدوري امور كثيره تحدد في يلعب الكره العرضيه العاليه، لكن بعد ذلك رودريغو. الله، هو الهدف الاول بالطريقه المثلى التي يريد من خلالها نعم ريال مايوركا أن يسجل الهدف الأول. فيدات الكرة العرضية الرأسية والموجودة لتهمة لمنظومة ريال مدريد، وريال مدريد في ظل الغيابات، إلا أن أيضا السيد كارلو أنشيلوتي هو الآخر يريح مدريد حاضرة، لكن من يرتب كل هذه الأمور؟ إنه عنده مباراة مهمة جدا على مستوى كأس العالم للأندية، ستكون أمام كبير القارة. يعني ما نخص الموضوع، لكن هو مرة أخرى إلى أسينسيو، عرضية بعيدة، أسينسيو إلى كارباخال، إلى عرضية خطيرة الموجودة، الكرة التي تلعب على مستوى القائم اليسرى. هذا فينيسيوس يتقدم، فينيسيوس لا، ما هي رودريغو، يمر رودريغو، يسقط رودريغو، يكسب، أو هذا فينيسيوس، لا فينيسيوس، هذا عاد لدى مشجع ريالي فالفيردي على مرتين، والكرة بعد ذلك على الإطلاق بالنسبة لريال مدريد. يجب أن فينيسيوس يمر، يحاول، ميدان خطيرة، الكرة الآن التسديد، هذا عفوا فالفيردي، الكرة العالية دخله أن يتحرك بطريقة أكبر بجيتي اليمنى عن طريق داسيوس، ينتظر من يحاول أن يتوغل في لقب أسبوع في اترك أسينسيو يلعب الكرة العالية، لكن هنا لدينا الفرصة الآن التي تأتي من أسينسيو. رودريغو، وخطأ يأتي لمصلحة ريال مدريد، أو هذا خاومي، تصل الآن لدى الكوري الجنوبي، بعد ذلك إلى تشواميني في الجهة اليسرى، المحاولة التي تأتي من الوقت الموجود هنا، المناطق التي يجب أن يكون حاضرا فيها ريال مدريد، وخطأ بعد ذلك، يعني حدث ولا حرج. مودريتش أيضا يكون من فالفيردي في منطقة الجزاء، هنا لدينا المحاولة الموجودة، السقوط في أرضية المحاولة، التوغل، تلعب الكرة الأمامية، تدخل الذي خمس التي دارت ما بينهم هنا، العملية أيضا في حد ذاته كانت تسدية، وصلت لمصلحة ريال نطاق المباراة. هذه كرة ممتازة، شوف 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 شوف، توني في السيرة، توني في يعني توني أتكلم أيام بعد 10 أيام وبعد زيارتي حاضرة وموجودة، والكرة المقوسة والرأسية بهذا تستمر في هذا الشوط. أما الآن أعود إلى الزميل العزيز طارق الحماتة. خبرة، لأن هذه المباريات واضح جدا، سجل هدف مايوركا، هذا الهدف الأول، هذا الهدف بالنسبة لي خافر غيري. الجانب الثاني الآن مشاهدينا شوط اللقاء الثاني ما بين 4 داني رودريغيز 14 بابلو موفي، تشكيلة أنشيلوتي في شوط الليرة لمصلحة لي كانج إن، يحاول واجل خنه، لا زال حاضرا متحل، يكون قدرها هذا الأمر اليوم مطولة اليوم القضية، نعم هي قضية، شوف خلاص الكرة العالية خطيرة لمصلحة الريال، وهنا سيبايوس يبحث، يا سلام هذه خطرة الغاية لمصلحة مايو. رودريغو يتقدم لمصلحة الريال، هنا خطأ موجود للريال في مكان خطير شوف لا ليش هذا الثاني ينقل الكرة في الجهة اليمنى، لكن برافو كما فينجا، وهنا لدينا الصاف، هذا فينيسيوس عند الكرة، فينيسيوس عليه أن يضبط الأمر، هنا لدينا الكرة وركلة جزاء تأتي الآن.
ريال مدريد يتحصل على ركلة التعادل. أسينسيو يضيع ركلة جزاء للريال. جونيور يحاول فينيسيوس عملية قد قادمة لا محال. ها هذه واحد غيره يطلع برا المباراة لريال مدريد. هذه لدينا الآن كرة وأصافرة موجودة وبطاقة صفراء تظهر الآن على من؟ على فالفيردي، على فيتي اليمنى. محاولة أسينسيو يسدد لكنها بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. أحد الحلول التي كان كين يلعب الكرة الخطيرة تلعب مختما بهدف مقابل لا شيء، بهدفين مقابل هدف واحد. هل يخسر اليوم؟ فينيسيوس، مار فينيسيوس، راح فينيسيوس، عدى فينيسيوس. الله، هذا مودريتش، هذا مودريتش يلعب الكرة، تلعب ال 26 سنة والذي يلعب راح يلعب هذا الولد مكان من الأول، مكان من الأول صح، ما حد انطق مثل مارادونا في. معلش تشواميني، معلش يغادر تشواميني. مين بعد؟ ماركو أسينسيو، ماركو أسينسيو يغادر. الكروس موجود، عرضية خطير، كان كين يريدون ثاني الأهداف. ناتشو في عملية ضغط موجودة، تحول كلوكا، لوكا، لوكا إلى ماريانو لاغراتا، يلعب الكرة العالية القابلة. Para todos.